في موناكو والأميرة ليلى حسناء تؤكد الالتزام الراسخ للمغرب لفائدة إفريقيا في إطار عقد المحيطات، وذلك بانخراط شخصي من العاهل المغربي الملك محمد السادس. أكدت الأميرة ليلى حسناء عرابة تحالف عقد منظمة الأمم المتحدة لعلوم المحيطات في خدمة التنمية المستدامة اليوم بموناكو أن المغرب يلتزم التزاما راسخا في إطار عقد المحيطات بالتعاون مع البلدان الإفريقية، ذلك بانخراط شخصي من الملك محمد السادس. وقالت الأميرة ليلى حسناء في كلمة خلال الجزء الافتتاحي رفيع المستوى من الحوار الثالث للمؤسسات من أجل عقد المحيطات، قالت إن إفريقيا إذا كانت في حاجة إلى دعم كبير وواسع النطاق فنحن نسعى إلى بلورة خطوات مشتركة ملموسة وتقاسمها من أجل تنمية مستدامة ناجحة تعم ثمارها كل القارة، حيث تستهدف مبادراتنا إفريقيا وشبابها وشباب بلدان الجنوب بشكل عام، والذي ينبغي تعزيز قدرتهم على الصمود في وجه التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية التي تشمل تأثيراتها كل سكان القارة دون استثناء. وأوضحت الأميرة ليلى حسناء أمام المشاركين في اللقاء الذي نظمت نسخته الثانية في 2022 من طرف المغرب في مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة ببوقنادل أنه تم تجديد التأكيد على هذا الالتزام في إعلان بوقنادل الذي قدم في مؤتمر لشبونة حول المحيطات في 2022، وسيتم تجديد تأكيده مرة أخرى خلال مؤتمر برشلونة في 2024. ودعت الأميرة إلى المبادرة باتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لحماية السواحل في امتداد المحيطين الأطلسي والهندي من عواقب ارتفاع مستويات البحر ومن التلوث. وبمناسبة الحوار الثالث للمؤسسات من أجل عقد المحيطات الذي تستضيفه مؤسسة ألبر الثاني لموناكو، أعربت الأميرة ليلى حسناء عن سعادتها برؤية ضفتي البحر الأبيض المتوسط تتناوبان على استضافة دورات هذا المنتدى، وأن عاين عن كثب ما يمثله هذا البحر باعتباره محفزا على الوحدة والتعاون وباعثا على نبذ الفرقة والانفصال.